الإمارات تبدأ تشكيل ألوية عسكرية جديدة في تعز. إليكم التفاصيل. بدأت الإمارات في المخا بتكوين ألوية عسكرية تحت مسمى ألوية المغاوير لتكون قوة بديلة لألوية العمالقة واستمرارا لمشروع تنحيها عن المشهد الجنوبي. وتم الإعلان عن تكوين 2 ألوية منها، وهي اللواء الأول مغاوير بقيادة فهمان الغبس بحيفان وطور الباحة، اللواء الثاني مغاوير بقيادة فتح القاضي بالضالع قعطبة. وتعتزم القيادة في المخا إنشاء عدد آخر من ألوية المغاوير من أبناء تعز ولحق والضالع وأب، وتكون قيادة هذه الألوية بيد طارق صالح.